أصوات 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 الحروف إذا عارف أصوات الحروف حاول ما عارف يلا نشوف يلا نشوف أصوات 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 الحروف. أهلا وسهلا بكم في برنامج عارف الجواب معي أنا عارف. بالتأكيد كلنا ننتظر المفاجأة في النهاية، لكن علينا أولاً أن نكتشف الكلمات الثلاث من خلال ثلاث ألعاب مختلفة. واليوم معنا سلمى وإلمو. أنا متحمسة قوي أني أحضر الكلمات النهاردة، وإلمو كمان متحمس. رائع يا إلمو ويا سلمى. سلمى دورك أول. جاهزة. جوجو عملي معروف وحركي لنا عجلة الألعاب. أها، لعبة املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. سلمى سأعطيك جملة فيها كلمة مفقودة وعليك أن تحزري ما هي. تمام. عندما تريدين تزيين منزلك وإضاءته فإنك تعلقين. جدتي بتحبهم وبتعلقهم على كل شجرة في حديقتها وبتنورهم بالليل كمان. بنعلق فانوس. إجابة صحيحة. فانوس فانوس فا فانوس فا فا فا. إلمو لقد حان دورك، هل أنت جاهز؟ إلمو دائما جاهز. جوجو عملي معروف وبرميلنا عجلة الألعاب. أها، لعبة احزر الرسم. والآن هيا بنا إلى زاوية اللوح السحري. يلا يلا. إلمو سيظهر رسم على اللوح السحري، هل يمكنك أن تحزر ما هو؟ إلمو شايف مي طالعة. إلمو بيعرف، إلمو بيعرف، هاي نافورة. إجابة صحيحة. نافورة نافورة فو نافورة فو فو فو. صح يا جوجو، صار وقت آخر كلمة. جاهزين؟ جاهزين. هالمرة راح تلعبوا هاللعبة سوا. جوجو عملي معروف وبرميلنا عجلة الألعاب. أها، لعبة احزر اللغز. سأعطيكما دليلا لتحزرا الكلمة معا. إنه حيوان وله خرطوم وأذنان كبيرتان، وهو أكبر حيوان بري. ده واحد من الحيوانات اللي بسمة بتحب تقلد صوتهم. إلمو بيعرف، إلمو بيتذكر، هاد فيل. إجابة صحيحة. فيل فيل في فيل في في في. والآن اقترب وقت المفاجأة. ولكن أولاً دعونا نلفظ الكلمات التي تعلمناها اليوم بصوت عالٍ. فا فانوس فو نافورة في فيل فا فو في. وهلأ الكل رح يطلع له جايزة من اختراع جوجو الخاص. جوجو الفانوس يلي عملتيه من ورق كتير حلو. يا سلام، شو حلوين. شكرا لك جوجو. حلو قوي يا جوجو، لازم تعلميني ازاي عملتيه فرشة الأعمال اليدوية بتاعتي. جوجو وأنا ما بيطلع لي فانوس. ها؟ شكرا كتير يا جوجو. وأصدقائي بنشوفكن المرة الجاية.
اهلا يا اصدقاء، حابين نفرجيكم كيف تشتركوا بقناة اهلا سمسم على اليوتيوب عشان تضلكم على اطلاع باحدث الحلقات والمحتوى. كل اللي عليكم تعملوه انكم تضغطوا على الزر الاحمر اللي موجود هون. عفوا، موجود هون.